السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الفضائية الموصلية، هذه الفضائية التي عاهدت شعب الموصل لخدمة هذا الشعب الذي ربما سيكون الأفضل وأفضل بجهود كل الذين يريدون الخير لهذه المدينة. معكم سالم ماسي في برنامجكم الأسبوعي الحياة موقف. اليوم سنكون متواجدين في إحدى الدوائر المهمة التي لها تماس حقيقي ومتواصل مع المواطن الموصلي، ألا وهي دائرة بطاقة السكن أو دائرة بطاقة المعلومات. يعني هذه الدائرة مختصة بماذا؟ بمنح بطاقة السكن للمواطنين الذين يسكنون في هذه المدينة. كلنا أمل أنه نجد المواطن أو المواطنة التي تحتاج أو الذي يحتاج إلى مساعدة حتى نسير معه ونحمل هذه المعاملة لاستكمالها ومن ثم أعطاها بيد المواطن. طبعا يعني قبل لا ندخل إلى هذه الدائرة أو كل الدوائر، اليوم إحنا مهمتنا في هذه أو في هذا البرنامج كلنا نحاول أن نكون مرافقين لهذا المواطن، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الذين يأتون من أماكن بعيدة ومن ثم يرمون لاستخراج البطاقة السكن أو معاملات أخرى. مهمتنا أن نعطي الضوء الأخضر للموظف في أي دائرة كانت بأنه عليك أن تتوقف قليلاً مع هذا المواطن وتساعده. وأيضاً الرسالة الأخيرة اللي نقدمها لشعبنا ولموظفينا بأنه عليكم أن تتواصلوا جميعاً لتمشية هذه المعاملات وحتى نحقق التقدم. نتمنى من كل الدوائر أن تقدم أو ترتقي بالخدمات لهذه الدوائر، وأيضاً تقديم الخدمة للمواطن واجب، وعلينا متابعة هذا المواطن من أول حركة إلى نهاية خروجه من الباب، وهذا واجب على الجميع. طبعا هسه حاليا راح ننتقل إلى داخل قاعة الانتظار حتى نجد من يستحق هذه المساعدة ومن ثم نرافقه لاستكمال المعاملة. تعالوا يانا. إذن أعزائي المشاهدين مستمرين معاكم في برنامجكم، طبعا هذا البرنامج اللي يساعد الفقراء، وبعد بحثنا المستمر في دائرة البطاقة أو بطاقة السكن حاليا تم العثور على امرأة مسنة تحاول أو تروم باستخراج بطاقة السكن. طبعا هي بطاقة السكن بطاقة تعريفية للمواطن الموصلي، يؤكد أو تؤكد هذه البطاقة بأن المواطن الموصلي هو من أحد سكنة أحياء الموصل. طبعا راح نروح هسه على السيدة. سلام حجية، شلونك حجية؟ سلام عليكم. سلام ورحمة الله. شلون صحتك حجية؟ والله الحمد لله على الأخوي. ايش قد عمرك؟ عمري 7. ايش قد؟ والله ما أعرف يعني. ابنها جنابك؟ اي ابنها. عمره 60؟ اي 60. اي زين. حجية اليوم ايش عندك معاملة هنا؟ عندي البطاقة الخضراء. بطاقة الخضراء؟ اي. تجديد لو لا اسوي وحدة جديدة. تسوون وحدة جديدة؟ اي. القديمة وين راحت القديمة؟ الحجي متوفى. تسوي معاملة مع الحجي. اه، ايش وقت توفى الله يرحمه؟ والله الحين ما صار له 4 أشهر، 3 أشهر ونص شيء. 4 أشهر ونص. أيه. الله يرحمه ان شاء الله يسكن فسيح جناته. زين. اليوم حاليا احنا في قناة الموصلية راح نكون معاك حتى نكمل المعاملة. زين حجية راح شوية نتعبك وتقومين معانا، بس احنا راح نكون وياك خطوة بخطوة. شو تقولين؟ عاشت ايدك حجية. طبعا اعزائي المشاهدين راح ناخذ المعاملة من الحجية. اسمك بالخير حجية؟ ام ايش؟ ام محمد. ام محمد. راح ناخذ المعاملة من ام محمد، راح نذهب الى السيد المدير العام حتى نلتقي به. السلام عليكم، شلون السيد السادس؟ شلون الصحة الأحوال؟ طبعا احنا قبل لا ندخل بالموضوع هذا مال بطاقة السكن، احنا اليوم يعني التقينا بجنابكم هنا، وفعلا يعني اللي مقدم هو للمواطن شيء جيد ويفرح ويبرد القلب ايضا. يعني هنالك
عدة أماكن، ولكن المعاملة ربما ستنتهي في ساعة أو أقل من ساعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بقناتكم الموقرة وبمشاهديكم الكرام. أنتوا اليوم في زيارة مفاجئة لمكتب معلومات نينوى. مكتب معلومات نينوى أحد أقسام مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في نينوى. طبعا حسب توجيهات معالي السيد وزير الداخلية والسيد الوكيل الأقدم المحترمين والسيد مدير عام، أنه نقوم بجولات أيضا نحن مفاجئة لكافة أقسام لمتابعة عمل الأقسام وكيفية ترويج المعاملات وإجراءات التبسيط الإجراءات للمواطنين من أجل الحصول على مستمسكاتهم بأسرع وقت. فصادف أنه اليوم إحنا من جينا لهذا المكتب تواجدكم في هذا المكتب. مثل ما تلاحظون أنه المكتب يستقبل مواطنين من داخل قضاء الموصل. هذه البناية مخصصة لداخل قضاء الموصل، وفي كل ناحية أو قضاء من أقضية ونواحي الموصل فيها مكتب معلومات. هذا المكتب معني بإصدار بطاقة السكن للمواطنين. إجراءات الحصول على هذه البطاقة هي تقديم المستمسكات مع تأييد سكن من المختار مؤيد من رئيس الوحدة الإدارية، فيحضر المواطن إلى هذه الدائرة إذا كان من سكن الداخل الموصل سواء في الجانب الأيمن أو الأيسر. وبالنسبة للأقضية والنواحي فكل من حسب موقعه الجغرافي يوجد لدينا مكاتب في الأقضية والنواحي كما ذكر. فعد ما يحضر المواطن ويقدم مستمسكاته البطاقة تصدر في أقل من ساعة. يأخذ المواطن المستمسك مالته اللي معني بهذا القسم اللي هي بطاقة السكن ويغادر الدائرة بأقل من ساعة. نعم. جنابك سؤال، يعني هل قضيتم على بعض الروتين اللي كان معمول به سابقا؟ أكيد احنا مع توجيهات الوزارة في تبسيط الإجراءات. يعني كثير من الحالات انه الموظف يشك في بطاقة الأحوال المدنية أو في شهادة الجنسية، وكان في السابق العمل على طلب صحة صدور أو صورة قيد. اليوم أصبح كله من خلال التقنيات الحديثة سواء عبر المواقع الإيميلات، يعني يتم طلب صحة الصدور سواء من داخل المحافظة أو من خارج المحافظة أو من خلال الهاتف، ويتم ترويج معاملة المواطن وإصدار الوثيقة له دون عناء أو طلب منه أن ينتقل إلى أكثر من دائرة. نعم. سيادتك لو تشوفوا معاملة هسه خلينا وين توجهنا حتى نروح بالبداية. إحنا حالياً هذه المواطنة نعم هسه لجنة هي دققت الاستخبارات جابت المستمسكات حالياً على اللجنة على المكتب المعني للجنة وصارتكم وتصدر البطاقة. نعم. يعني إن شاء الله في أقل من نصف ساعة تستلم. نعم. بارك الله بك. طبعا احنا اعزائي المشاهدين راح نشكر السيد مدير الجنسيه والجوازات طبعا لحضوره في هذا المكان طبعا متابعه لهذه الدائره كان متواجدا هنا. نشكر السيد المدير، ونحن ايضا نقول لكم بانه طالما الخدمات تقدم بسهوله للمواطن هذا يعود الى مدير الدائره وعمله المتفاني. في أكيد الكادر مكتب المعلومات يتمثل بمديرهم الأخ عقيد راكان وباقي الضباط من الضباط الكفؤين النزيهين، جهود مباركة بإنجاز المعاملات. يعني مثل ما تلاحظون أنه إنجاز سريع بالنسبة للمعاملات، فقائمين بواجبهم على أتم وجه إن شاء الله. شكرا أستاذ بارك. طبعا حاليا راح ننتقل الى السيد راكان مدير بطاقه السكن في الايمن. اليوم احنا نريد نناقشك وين نودي هاي المعامله. نعم، اهلا وسهلا بكم، شرفتونا قناه الموصلي عين المواطن في المحافظه. حقيقه احنا قسم المعلومات نينوى في الجامعه الايمن معنيين باصدار بطاقه السكن الى المواطنين لتحديد محل اقامتهم. بطاقه السكن عندنا تتطلب حضور المواطن واكمال مستمسكاته القانونيه وتدقيق الأمني، ويجينا بعدها خلال ساعة أقل من نص ساعة ينمنح بطاقة السكن كمركز مدينة إذا كانت ما عنده إشكال ومستمسكاته كاملة. حاليا إحنا وين راح نروح؟ ترافقنا جنابك حتى نقدر. نعم، المعاملة تبدي بعد أن يجيب تأييد السكن المختار وقيمة مقامية وتدقيق أمني، يتوجه إلى الحاسبة
كخطوة أولى، من بعد الحاسبة ينمنح استمارة من المكتب المعني، ومن بعدها لجنة توقع له موافقات وتمشي أمور. تمام، هسه راح ننتقل إلى الحجية حتى نجيبها معانا. حجية قومي معانا حتى نقدر نمشي معاملة. طبعا أعزائي المشاهدين، عندي بطاقة خضراء أخوية تسويها. مستمسكاتش كاملة؟ اي كاملة. تمام، المستمسكات نجيبها لو نعم اللجنة يطلبوها هسه ويدقوها ويرجعوها. هاي المستمسكات مالتها. اذا أعزائي المشاهدين راح يجي معانا، طبعا قبل لا نروح احنا اكو شخص راح يبدي مثل الدليل، هو مو نعم يوجه المواطن المنتسب يوجه المواطن على المحل اللي يحتاجه، كمثلا الحاسبه يدلي على الحاسبه، اللجنه يدلي على اللجنه، المكاتب يوجههم على المكاتب والموافقات. تمام، اذا اعزائي المشاهدين راح ننتقل قبل لا نسوي هسه، خلينا ننتقل الى السلام عليكم. شلونكم؟ السلام عليكم، شلونك عيني؟ شلون صح الاحوال؟ اسمك الكريم؟ مفوض رياض. مفوض رياض، حاليا تصير المعامله مالتنا هاي ايش فيها؟ ما بيها شيء، هاي الحجيه نحولها من اسم زوجها الى اسمها، هي صار ارمله تحول البطاقه من اسم زوجها على اسمها. زين، بس ان شاء الله حاسبه وراح تروح على اللجنه. زين، اشرح لي طبيعه عملك انت هنا. احنا نشيك حاسب المواطن اذا عنده بطاقه السكن قديمه او ما عنده. حاسبه وبعدين نروح على اللجنه. هسه ايش طلع عندنا هسه؟ هسه نشيك الحجيه ونشوف ان شاء الله. طبعا يتم يعني هناك معلومات مخزونة بالنسبة للبطاقات الصادرة يعني قديما، وبمتابعة أحد الموظفين هنا، أحد أفراد هذه الدائرة سيعلمون متى تصدر البطاقة. طبعا المعلومات كلها موجودة داخل هذه الحاسبة، وعند التأكد من وجود البطاقة القديمة ربما لا تحدث بعض المعوقات والمشاكل بالنسبة لكل مواطن. هسه احنا ايش طلع عندنا هسه احنا؟ هسه ما طلع عندها قيد الحجية، وقع لها لأول مرة. لأول مرة ان شاء الله. تمام، يعني هسه طلع حاليا ما حجية، انت ما عندك بطاقة سكن قبل؟ لا لا ما عندي، كان باسم رجلي بس برجلي زوجتي توفي بدي اسوي بطاقة باسمي. زين، حاليا هسه احنا راح ناخذ المعاملة ويا الحجية. طبعا راح ترافقنا جنابك حتى شوية اكو بعض الأسئلة. احنا اليوم يعني مثلا لين ما يكمل شنو الاجراءات اللي سويتوه حتى نخفف من عبء المواطن مثلا؟ حقيقة احنا بجهود حثيثة من قبل مديرية نيابة وتوجيه السيد مدير المحافظة والمراجعنا في بغداد، احنا تقريبا يعني كمكتب المعلومات من الاقسام المديرية المميزة يعني بطاقة السكن عندنا ما نقدر نقول بنفس اليوم، خلال ساعة تنمنح للمواطن. اجراءات بسيطة سهلة، قاعة استراحة موجودة للمواطنين، إذا أكو مشاكل يجونا نقدر نحلها، إذا هوية ما واضحة نطلب صورة قيد. فيعني شوف لنا هسه راح ننتقل لل شو اسمه المواطنة. طبعا هسه شنو اللي نسوي؟ السلام عليكم، شنو نسوي هسه؟ هسه شنو العملية؟ جماعة تسوي الاحتياجات الخاصة، إيه كل استقبال لهم خاص وترويج معاملتهم بأسرع وقت. بأسرع وقت، زين. تمام، تصدر بطاقة السكن على ضوء قيد السكن مختوم مختار قائمة مقامية وجاب المستمسكات الأصلية لأهالي مدينة الموصل حصرا خلال 24 ساعة قبل أن ينتهي دوام ينجز المعاملة مالته وياخذ بطاقته ويمشي. تمام، هسه حاليا راح تبصم. ما هسه وين تبصم؟ راح تبصم هنا، تبصم صاحب العلاقة. تمام، صاحب العلاقة. تمام، بعدها يتم تكريس من رئيس اللجنة وأعضاء اثنين ومن ثم إلى الصرف الاضافه المنح تمنح. تمام، اذا طبعا هسه قمنا من المرحله الاخرى بعمليه البصم، هسه وين ننتقل هسه؟ هسه راح ننتقل الى اعضاء اللجنه. طبعا هسه تؤشر ارمله. ايه تمام، شخص لان زوجه متوفي تؤشر ارمله. تمام، راح نربط شهادة الوفاة الزوج مختومة استخبارات ومدققة أمنية. تمام، بعد يعني إجراء التدقيق. تمام، ويتم متابعتها من قبل العريف
الاحتياجات الخاصة إلى أن تنجز المعاملة. تمام. صحبة العريف. شكرا بارك الله بك. شلون وضعكم انتم؟ شلون وضعكم؟ والله وضعنا تعبان. انا اقول لك والله وضعنا تعبان، واني لي عمليه مال عيوني، سويت عمليه قبلها الاسبوع الراح، سويت عمليه بس عن طريق قليل. ايه يعني انتم بالمنطقه مثلا وضعكم زين؟ بالمنطقه وضعنا زين. إيه؟ والله يعني شو يشتغل ابنك؟ ابني والله يشتغل مشغل مال مولده. زين. وضعكم المادي جيد لو ما جيد؟ لا والله ما جيد. زين زين. ايش قد يشتغل؟ كم يوم اليوم يعني؟ والله يعني يشتغل يوم بيوم، هو بديل عنده. ايه؟ نهار هو ونهار بديله. زين هسه احنا راح نكمل المعامله ده، تشوفين اكو سهوله؟ سهوله بالمعامله؟ لا اكو سهوله ان شاء الله. اكو سهوله ان شاء الله. ايه الحمد لله. الحمد لله. طبعا هسه راح نرافق الحجيه المعامله الفايل مالنا. هسه وين راح ننتقل؟ الشباك هنا يم السيد النقيب. حياك. زين اشرح لنا طبيعة عملك. نطلب المستمسكات الأصلية وشهادة الوفاة إذا كانت أرملة، ندقق المستمسكات الطابقة ويا المصور بالمعاملة، وتكون معاملة الاحتياجات الخاصة معاملة خاصة يعني، تقوم واجباته أسهل وتسهيل أمر المواطنين بصورة صحيحة، وإن شاء الله عشتك. يلا هسه خلينا نكمل المعامله. الاسعه المواطن تجلس تكمل اللجنه تكمل معاملتها بعدين. طبعا اللي كبر سن المراجعه ارتاء مدير الجنسيه والجوازات بارسالها الى منطقه الجلوس والانتظار لعدم شعور او لشعورها بالتعب. يعني اليوم حاليا هاي الكراسي الموجوده بالنسبه للمواطنين، هذه كراسي حتى يرتاحون بها المواطنين، وهذه بادرة جدا. بس ولكن راح يرافقنا ابن الحجية اللي اسمه هو سلام. شو يعني شو اسمك؟ محمد. محمد. محمد ايش تشتغل؟ محمد مولده. مولده محمد. السحن اليوم راح طبعا امك تعبانه شويه وما اريد نمشيها المسافه هاي، واريد نكمل المعامله طبعا انا يعني سيد المدير العام والسيد المدير ايضا، حتى نقدر نكمل ونمشي المعامله. قبل لا نروح شلون شفت التسهيلات والاجراءات؟ لا تسهيل مضبوط ما في. يعني شلون مضبوط يعني تسهيل؟ لا تسهيل يعني يسهلون الامور يساعدون العالم هذا. ما زين ايضا مسوين يعني الكراسي هذه انتظارها جيده جدا. اي لا جيده تمام. يعني شوف ما شاء الله مثلا اكو تفاعل مع الجميع. لا طبعا اكو تفاعل اكو. ايه. وايضا جاكم يعني مسؤول ذوي الاحتياجات الخاصه؟ ايه جاكم وهو قال لكم. ايه جا. سيادة العميد اليوم احنا ما هي اهم التطويرات لهذه الدائره؟ يعني اهم التطورات هو انه بناء هذه القاعه والانتقال للعمل من نظام الطابور على شباك الموظف، اصبح العمل في كافه دوائرنا من خلال قاعات مكيفه. يدخل المواطن يجلس في صالة الانتظار، ومن ثم يتم إجراء كل المعاملة من خلال الموظفين اللي جالسين خلف الكاونتر. يعني ابتعدنا عن النظام القديم اللي هو الوقوف طابور على شباك الموظف. هسه كافة دوائرنا ما عندنا نهائي شباك للموظف وطابور من المراجعين موجود يعني. وإنما هو كله مثل ما لاحظت سواء في مكتب المعلومات أو الجوازات أو البطاقة الوطنية مثل ما راح تشوفون أو شفتم بحلقات سابقة، أنه كل المراجعة من خلال صالات انتظار وقاعات استقبال مراجعين. إذن أعزائي المشاهدين نحن مستمرين معكم، راح نرافق المواطن طبعا حتى ننتقل للمرحلة الأخرى. إذن أعزائي المشاهدين نحن مستمرين بمرافقة المواطن اللي يروم
للحصول على بطاقة سكن. طبعا قبل لا أدخل المواطن هنالك انسيابية، يعني أني قبل خلينا نقول سنة كنا نشوف ازدحامات كثيرة، ولكن كل دائرة عندما تتقدم ماذا نرى؟ نرى الجهود مثمرة. اليوم يعني في الساعة مثلا خلينا نقول 11 الظهر قبل الظهر كنا نلقي طوابير كبيرة، ولكن حاليا الجهود مثمرة، ولهذا السبب تم إكمال إنجاز أكثر المعاملات وبسرعة الممكنة. راح نزل. السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ سالم. جنابك شنو شغلك؟ أنا رئيس اللجنة. بعد ما يثبتون الحضور ويكون المستمسكات الأصلية الضابط الآخر عضو اللجنة تيجي نعم. مرحلة أخيرة يمي أتأكد من الأختام من المستمسكات وحضور الشخص، بعد ذلك أبعثه يروح لي المكتب يستلم استمارة وتسجل موافقات وتنصرف البطاقة تكمل. يعني المرحلة قبل النهاية تجي. ما شاء الله عليكم. الله يحفظك. وضعكم جيد هنا؟ الحمد لله الحمد لله. نعم. زين. شنو هذا الصوت اللي يصيح؟ يعني اللي يصيح الأسماء شنو هذا؟ اللي يصيح الأسماء اللي طالع على الموافقات مالهم، هاي كل 10 أسماء تصير موافقة بيها تنصرف بطايقهم، فتوزع على المكاتب مال المناطق. تمام. نعم. عاشيدك استاذ شكرا جزيلا ممنون بارك الله بك. هسه احنا نستلم المعاملة. بالنسبة لها وين راح نروح هسه؟ هسه راح ياخذ الاستمارة من المكتب مال المنطقة مالهم. ايه. يمليها وتسجل موافقات، والخطوة اللي بعدها يتم الصرف. إذا أعزائي المشاهدين طبعا نستغل فرصة وجود السيد مدير الجنسية والجوازات في نينوى. قبل أن يخرج نريد أن نسأل سؤال أخير. اليوم احنا في هذا المكان فرحين جدا، ووجدنا ولمسنا هذه الجهود موجودة. طبعا استطعتم أن تمتصوا الزخم الذي كان متواصل في هذا المكان، واستطعتم أيضا بهذه الإدارة الناجحة أن تصلون إلى مراحل متقدمة. طبعا أشكر قناتكم مجددا فيما يتعلق بالعمل. مثل ما تعرفون بعد تحرير محافظة نينوى براءة داعش الإرهابي كان هناك زخم كبير لفقدان المواطنين مستمسكاتهم وثبوتهم منها بطاقة السكن، ولكن الحمد لله بجهود الخيرين من العاملين بهذا المكتب استطعنا أن نمتص الزخم من خلال وضع خطط لاستقبال المواطنين، منها وضع جدول للمراجعة، وتمكننا من بناء هذه الدائرة اللي تستوعب أكثر عدد من المواطنين بدل أن كانت في محل البديل. وحاليا مثل ما لاحظتم العمل دي يصير بانسيابية عالية، واستطعنا أن نمتص كل الزخم لمحافظة نينوى وفي كافة المكاتب. الساعة لا يوجد ازدحام والحمد لله. إذن نقدم الشكر مرة أخرى للسيد مدير الجنسية والجوازات. شكرا جزيلا بارك الله فيك. شكرا جزيلا. هسه ننتقل إلى المرحلة الأخرى، مكتب معلومات التابع للمنطقة. هنالك مناطقية موجودة. بس قبل لا أروح خلينا شوية نتناقش وياك. شلون أحوالكم المعيشية؟ يعني الحمد لله. زين. الحمد لله ماشي. زين. من فتت على الدائرة شو تصورت أنت؟ يعني أول مرة تراجع الدائرة هاي؟ أول مرة تراجع الدائرة هاي؟ أول مرة راجع هاي الدائرة. زين. توفى قبل 4 أشهر والدك. الحمد. توفى قبل 4 أشهر. أنتوا تأخرتوا لو استعجلتوا؟ لا ما استعجل، تأخرنا للإجراءات كل فترة، يعني تبدل شيء، تبدلت العراقية، تبدل الهوية، ترجع تبدل البطاقة الخضراء، بعدين لأن هو تقاعد، يطلع التقاعد، إجراءات شيء ورا شيء. زين، يعني أنت أول من جيت إلى هالمكان هذا وين وجهوك وبعدين رجعت؟ وين؟ يعني أول ما طبيت زوني قبل لينا على الحاسيب. لا لا، قبل يعني رحت على المختار قلت على المختار وعلى القيم مقام. ايش قلت للمختار؟ قلت له استماره اريد ابدل يعني تاع السكن. ايه كملت من المختار وقيم مقام وعلى الاستخبارات وبعدين اللي جاي. كم يوم طولت بهاي العمليه؟ مال باحه واليوم جيد جدا. يعني اكو سرعه؟ اكو لا لا اكو سرعه. زين، هسه بطاقه السكن هي راح تصير اسم والدتك. ايه انت همين من تتزوج ان شاء الله لازم همين نسوي لك هو لازم نسوي بطاقه السكن بوحده بوحده. زين. ايه زين، انت شلون شفت الدائره؟ شلون شفتها؟ لا لا زين، تعامل وهاي كلش حلو. اكو تقدم مثلا؟ لا لا طبعا اكو تقدم. اكو تقدم. زين، الموجودين الحاضرين موجودين. هسه ننتقل اذا اعزائي المشاهدين راح نسلم المعامله للاخ اللي هو مسؤول المكتب. السلام عليكم. اسمك عيني شلون صحه؟ راسي. احكي لي على طبيعه عملك. والله طبيعه عمل المواطن يجي مباشرة يروح على الحاسبة، بعدها يروح على لجنة الضباط والقروض،
بعد يجي ياخذ استماره يفرش له اياها يكمل له اياها يمنح بطاقه السكن يروح على رئيس السكن يوقعه وياخذ بطاقه زين انت عملك انا مسؤول مكتب هون مكتب شنو مسؤوليتك هي مسؤوليتي انا تحرير المعامله نحررها يعني المواطن لما يروح يوقع ثلاث ضباط وحاسبه ويكمل شغله يجي علي ادخله سجلات واقص له وصولات غرامات اذا كان عنده شوف لجنه او بدون لجنه اذا بدون لجنه علي اذا لجنه جماعه يوقعوها شنو الفرق بين لجنه وما لجنه اللجنه ضباط يوقعوها بدون لجنه اذا كان عنده بطاقه قديمه وقيد عنده بالحاسبه اذا كان عنده قيد يجي علي مباشره تاكد من مستمسكاته هويته هويه زوجته عراقيته اذا كان عنده طفل اضافه نضيفه يعني اذا عنده قديمه اسهل اكيد لا عنده نفس الشيء هي بس كل معامله شكل المعامله اللي اول مره يروح على ثلاث ضباط المعامله اللي بدون لجنه عنده بطاقه قديمه يجي علينا احنا نتاكد منه اذا كان عنده اضافه طفل اذا كانت وفاه الزوج اذا كانت نقل سكن داخلي او نقل سكن خارجي كله هذا علينا طيب هسه شو راح نسوي هسه بالضبط هسه بالضبط الاستماره نمليها تمليها استماره بعد ما نملي الاستماره نكملها ندخلها بالسجلات عندنا بعد ما نوقع ثلاث ضباط ندخلها بالسجلات عندنا نمنحه بطاقه نكمل له هي نبصمه نبعثه على رئيس السجن يوقعها يكملها يرجع لي اختم لي وكان إذن أعزائي المشاهدين إحنا يعني مستمرين معاكم ومتواجدين معاكم في برنامجنا الحياة موقف طبعا حاليا إحنا تم إكمال الموافقات ورافقنا إلى مكان آخر وجبنا المعاملة وصلنا إلى السيد المسؤول هو حول جبنا لك الموافقة أي نعم جت الموافقة بعد ما كملت الموافقة يجي علي نحرر ندخله بالسجلات ونمنحه البطاقه نكتب له اياه نكمل ينقص له وصل غرامه ونبعثه على رئيس اللجنه تمام هسه حاليا نجيب الحجيه تيجي تبصم لي تمام هسه راح نروح نجيب الحجيه ممكن تجيب لنا الحجيه وتجي طبعا احنا بانتظار قدوم المواطنه المسنة طبعا يعني شكر وتقدير لكل دائره تعمل بهكذا جديه اليوم الجديه مطلوبه في اوضاعنا الحاليه المدينة تعرضت إلى نكبات ولكن بجهود الخيرين وجهود المثابرين راح تكون أفضل طبعا الحجية راح تبصم راح عملية البصم راح تكون طبعا هنالك بصمة ستكون على الفايل أو المستمسك الموجود طبعا راح الحجية خلصت شغلها هذا وقت راح تقعد هسه تروح الحجيه تقعد بمكانها لانه مسنه وما اريد معها ف يعني ارجع واقول انه هنالك هسه عمليه استخراج او كتابه الوصل ايش قد هاي؟ وصل 2500 2500 المنح استقطاب 2500 طبعا راح يقوم المواطن يدفع بهالمكان لو بغير مكان طبعا هنا راح يدفع الوصل اللي هو مقداره 2500 وايضا يعطى وصل الى هذا الوصل يعطى الى من قبل الجهه المسؤوله في هذا المكان وايضا يعني هذا الوصل راح يتم تسليمه للمواطن زين طبعا الساعه بديت اخذ الرسوم هذه موجوده في هذه الدائره زين طيب هسه حاليا العمليه الاخرى هي كتابه هسه نكتب بطاقه السكن تمام هسه حاليا خلي نصور بطاقه السكن شلون تنكتب نحاول دائما أن أكد على هذا الروتين أكو روتين مثلا ربما يعرقل معاملات بعض الناس يعني هذا الروتين ممكن احنا نستحوذ على هذا الروتين بيش أو نقضي عليه بالمخاطبات ماذا المخاطبات الإلكترونية اللي تحدث ما بين الدوائر يعني اشتراك الدوائر بهذه المخاطبات ربما ستقلل من عملية تأخير المواطن في كل الدوائر اليوم بطاقة السكن هي طبعا يعني بطاقة تعريفية للمواطن للساكنين بالموصل
يعني من يقول له أنا من المصري يقول لك اعطيني بطاقة السكن، فهذه بطاقة السكن طبعاً يتم طلبها من المختار، يتم طلبها من الجهات المعنية. ويا حبذا حتى أتمنى شيء واحد، يعني المختار نفسه يكون عنده حاسبة حتى يعرف عدد السكان، يعرف الزيادة والنقصان، يعني هذه الحاسبة اللي راح تكون عند المختارين هم مهمة جدا. يعني أنا أتمنى حتى المختار يكون عنده حاسبة حتى أو ديسك بعدد أفراد العائلة الداخلين الخارجين المتوفين. هسه إحنا كملنا ما شاء الله، كملت بطاقة السكن مع المواطنة شمسة، تمام كملنا، أنا بصمناها فعلا محرر بس تمام. يعني 18/7/22 هسه تروح مباشرة على العقيد، تمام. العقيدة ايش يعمل؟ يوقع البطاقة، يشيك مستمسكاتها، يتأكد منها، يرجع يبعث لي اختم لها هي، تمام. مجرد صور استمارة والله معها، تمام. بارك الله. شوفوا اعزائي المشاهدين، وهسه راح نروح على السيد العقيد اللي هو مسؤول على ماذا؟ على إصدار هذه البطاقة. طبعاً يتم توقيع هذه البطاقة من السيد العقيد اللي مسؤول على الإصدار. السلام عليكم. طبعاً بالمناسبة السيد العقيد اللي مسؤول على الدائرة مرافقنا هو هسه تقريباً كملت، يعني بس وقت على توقيع الضابط الهويات وتأخذ بطاقتها وتتوكل. تمام. إذن أعزائي المشاهدين راح يرافقنا السيد العقيد حتى نذهب إلى المكان الذي سيتم توقيع البطاقة ومن ثم تحويلها إلى طبعاً راح نلتقي بالسيد العقيد من خلال نسلم عليه والله بالكل شوية. جنابك شنو يعني شغلك بالمكان هذا؟ هو منح بطاقة السكن، يعني توقيع البطاقات الممنوعة على بطاقة السكن. يعني غيرك ما لازم يوقع؟ لا، عندي بديل موجود لازم ورا عادي يوقع مكانه. يعني بديل الوقعتين المشي يعني المعاملة. زين. موجود. التوقيع راح يتم، أنت توقع المعاملة على البطاقة؟ لا، على الاستمارة وعلى البطاقة. على الاستمارة طبعاً راح يتم التوقيع على. رقم الاستمارة وين هو؟ موجود رقم البطاقة موجود بالاستمارة. فوقع على اثنينه. تشيك رقم الدار شوف الصح موجود بيها. رقم الدار راح تشيكه. هسه حتى رقم البطاقة موجودة. تمام. 2375 نفس الرقم كاتبين صحيح. كاتب الاستخبارات يعني جديد ما بيردوا موقع. أنا يعني بس أشوف التواقيع يعني التدقيق. تتأكد من عندها. بس التواقيع تشيك التواقيع. وأيضا دقق الوصل لمين؟ الوصل والصاحب العلاقة. يعني. الاستمارة أساسا. رقم فعلا. رقم موجود. الاستمارة موجود. تشيك بالمتوقع. طبعا. بعد أن يكون التدقيق ماذا سيكون بعد التدقيق؟ هو بس وقع على البطاقة تمام. وعلى الاستمارة ويروح لنفس المكتب تمام. بالمكتب يأخذ البطاقة والاستمارة، يصور الاستمارة ويستلم البطاقة. هاي البطاقة موجودة حاضرة 18 طبعا. هسه يعني يمكن المرحلة قبل الأخيرة حاليا، وهذه المرحلة هي النهائية. طبعا هذه قبل التسليم، هذه ان شاء الله تختم ضبط المكتب اساسا، بس ترجع المكتب تنختم البطاقه الصوره تنختم ودار البطاقه وخلاص انتهت، ينختم على الصوره وعلى البطاقه ويروح يصور الاستماره ويرجع يستلم البطاقه من المكتب. تمام. صراحة راح ننتقل نرجع الى الموظف اللي طبعا هو المسؤول هذه المرحله الاخيره اللي هي يختم مسؤول المكتب البطاقه والاستماره وتنعطي البطاقه للمواطن. ايه تمام. هذا هسه بعد ما العقيد وقع هوني هاي المرحله الاخيره هسه نختم له اياه. تمام. هسه نقوم عمليه الختم المرحله الاخيره حتى نقدر نسلمها للمواطن. منو اللي يعني يكمس البطاقه؟
البطاقة هي المفروض تنكمش عندنا بالداخل، لكن ما متوفرة الأجهزة حاليا. ناخذ نفسك من المواطن يقبسها ويرجع ونتأكد من المعلومات نفسها وبعدين نطلب نفسها. تمام. إذا أعزائي المشاهدين، طبعا سلمنا المعاملة الأوليات وراح نستلم، استلمنا الهوية، هي هاي بطاقة السكن اللي لازم كل رب أسرة في مدينة نينوى أو ضواحي أن يمتلك هذه البطاقة التعريفية اللي تثبت ماذا؟ تثبت أن هذا المواطن من سكنة أهل الموصل. إحنا طبعاً نشكرك ها أول مرة وهاي البطاقة. إحنا نشكركم ونشكر جهودهم الطيبة. شو تقول أنت؟ نشكرهم ونشكر جهودهم الطيبة كل الموظفين من المدير وكل أشكرك. بالنتيجة إحنا هذه البطاقة راح توديها لوالدتك وإحنا بالخدمة وفي أي وقت كان. شكراً جزيلاً. خلي نروح هسه نسلم على الحجيه همين حتى نسلمها بطاقه السكن. طبعا دائما دائما يعني نحاول احنا نقدم الافضل والاحسن لهذا المواطن الذي تعذب كثيرا. خلي هسه انطينا البطاقه هسه حجيه، احنا هاي البطاقه انطيناها اياك شاس كملناها حاليا هسه. شو تقولين انت؟ شكرا ومنونين، الله يحفظكم الله يستركم. احنا قعدناش على مود لا تتعبين. تسلم اخويا، ممنون منكم ممنون منكم. يعني اشكركم. شلون شفتي الدائره؟ وش دائره؟ زين يعني كملت بسرعه ان شاء الله. وجودكم تمام، احفظكم ان شاء الله. حجي هاي بس باقيه تكبسيها انت ان شاء الله وهذا هو. زين احفظكم ان شاء الله. طبعا هسه لا يسعنا الا ان نشكر السيد العقيد راكان محمد مدير مكتب معلومات نينوى. حقيقة احنا هذا واجبنا تجاه اهلنا وناسنا في المحافظة، وان شاء الله ما قصرنا وياهم وما نقصر، ونعاهد اهلنا في محافظة نينوى باننا ماضينا في خدمتهم، وهذه ليست منة من عندنا بل وهو واجبنا الوطني والمهني والاخلاقي تجاههم. حفظ الله نينوى واهلها الطيبين. خلي قبل لا ننهي البرنامج يعني اكو حوار بسيط معك، ما هي يعني المستجدات اللي راح تريدون تشتغلون عليها تطوروها؟ حتى احنا يعني ننتظر مراجعنا ببغداد، تجينا تعليمات من بغداد ايش اكو تطورات يبغون بها احنا ننفذها. حاليا احنا ماضين على نظام الورقي الوطنية، اقسامنا تحولت على الالكتروني، فاحنا حاليا مشتغلين بالبطاقة السكن. اذا جتنا تعليمات بغداد بعد اكمال المشروع جديدة نمشي عليها، ما جتنا احنا ما شرعنا. طيب هاي البناية مستقرين بها لو عندكم بناية اخرى؟ لا، هذا مقر القسم في محافظة نينوى في الجانب الايمن اللي تابع له مكاتبنا في ايمن الموصل وايسرها والاغذية والنواحي. اذا نقدم شكرنا للسيد طبعا مدير المعلومات في نينوى، هنالك اشارة الى كل الدوائر باننا في هذه الحلقات عندما نتناول أو نصطحب مواطن معنا حتى نستكمل معاملته، هذه إشارة إلى أنه الموصلية تريد الأرقى والأحسن في تقديم الخدمات. وحتى ملتقانا وياكم أعزائي المشاهدين في حلقات قادمة نقول اخدموا المواطن حتى نرتقي بهذا البلد إلى العلا وإلى مصافي الدول المتقدمة. والسلام عليكم.